عودة مشاهدينا إلى تقرير منظمة الطيران الإيرانية بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري. ينضم إلينا من طهران مراسلنا ياسر مسعود. إذا ياسر، هناك تقرير لمنظمة الطيران، ضعنا في تفاصيله أيضا، وماذا بعد الآن؟ تم تحديد سبب سقوط الطائرة، ماذا عن المحاسبة وأيضا التعويض، تعويض الخسائر على أهل الضحايا؟ رويدة، بداية منظمة يعني الطيران الإيراني كانت مكلفة باستصدار تقرير دقيق يرصد تحديدا ما جرى في ذلك اليوم الذي سقطت بها الطائرة أو تم استهداف بها الطائرة الأوكرانية. بالتالي صدر هذا التقرير، وإن قد يكون غير نهائي، ولكن كل ملامح الحادث بدت واضحة لدى المنظمة وخلال التقرير الذي تم الإعلان عنه، تحديدا فيما يتعلق بثلاث أو أربع نقاط هي الأبرز: تقنية، ويعني أخطاء جراء أخطاء تقنية وأيضا بشرية كما يقول التقرير. الأبرز منها هو أن يعني انعدم التنسيق ما بين منظومة الصواريخ الدفاعية والمركز التنسيقي، والمعني هو باستصدار قرار استهداف أي يعني أي قطعة عسكرية في الجو، بالتالي من أجل استهدافها. انعدم هذا يعد من الأخطاء البشرية. على الجانب الآخر، الأخطاء التقنية، يقول التقرير بأن الرادار لم يميز بالدقة جهة الشمال، وإعادة فرمتة الجهاز لم تتم وفق آلية المطلوبة والتي تسبق أي عملية استهداف لأي يعني قطعة في الجو. والنقطة الأخيرة هي التشخيص الخاطئ باعتبار الطائرة هدف معادي وعدم تلقي أي إشارة من قبل الطائرة الأوكرانية. هذا ما جاء الأبرز من نقاط التي تم سردها في التقرير. هناك أيضا يعني بالطبع هذه التي تم الإعلان عنها لا تختلف كثيرا ربما عما جاء من قبل القوات الجوية الإيرانية التي أعلنت في حينها من أن هناك خطأ بشري. أما في ما يتعلق بالخسائر أو التعويضات للأفراد الذين يعني تم وضحايا الطائرة، فحسب الخارجية الإيرانية تقول المشاورات والمفاوضات ما تزال جارية حتى الآن، وأيضا حتى فيما يتعلق بالصندوق الأسود أو الصندوقين الأسودين الذين واجهت إيران بفك شفرتهما تم تسليمهما إلى الخارج. شكرا لك ياسر مسعود مراسلنا من طهران على هذه الإحاطة.